أول فيلم كان مذكرات مرابطة، وكان معنا كان مهندس الصوت صفو الله يمسيه بالخير. فأنا جاية من السينما تونسية انتمت، ناس بتتكلم بصوت واطي، ده دكتور محمد العدل حبيبي صباح الفل. الناس كلها بتتكلم بصوت واطي، عارف يعني لازم في وشوشة، لازم ويسبرين كده، لما تعلي صوتك يقولك لا الأوفر ده. فلما جيت هنا كنت ماشية نفس المدرسة، لقيت مهندس مش مهندس صفوت، راح لمدام إيناس قالها هي أنا مش سامع حاجة. علي صوتك يا بنتي، علي صوتك. And then I started to understand that it's a different school of acting. It's a different school of conveying emotions. لأنه مش كل الثقافات ومش كل الحضارات بتconvey emotions بنفس الطريقة. في اختلاف ما بين المجتمع التونسي والمجتمع المصري. فطبيعي إنه يكون في اختلاف في الستايل في السكول. في مدرسة التمثيل، في مدرسة الأداء، التكمي شوية شوية أفلام تو أدابت. في الأول كنت جاية بالمدرسة التونسي، بعد كده فهمت إنه هنا. وعلى فكرة لما بروح لما بمثل في تونس بمثل طريقة مختلفة. I'm someone else. حتى الناس اللي بتشوف لي أعمالي تونسية بيقولوا بس ده مش أنت، ده مش أنت بتاعت مصر. بس I think as an actor you need to adapt. As an actor if you don't adapt يبقى هتفضل في نفس الحاجة وتقعد تكرر نفسك، وما ينفعش كمان تفرد تبقى انت نشاز لوحدك. يعني انت لو كل الناس عندها مدرسة معينة وانت تيجي وعايز تحافظ على مدرستك هتكون نشاز بره السيمفوني. It's a symphony. بتأثر على الفيلم، بتأثر على بالظبط، بتحس انه في حاجز بينك وبين الممثل اللي قصادك لو انت مصمم ان انت تفضل في حتتك وما تروحش حتته. فمختلفه، لا مختلفه، مدرستين مختلفتين تماما، خاصه السينما الكوميرشال. يمكن السينما المصريه المستقله اقرب للسينما التونسيه اللي انا اعرفها. السينما المستقلة في العالم كله أعتقد متشابهة إلى حد.